خلونا نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من وزارة الصحة اللي أعلنت أنه تم فحص رقم كبير من السيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المتنقلة من الأم للجنين، وتقريبا ما يقرب من 1.5 مليون سيدة تم الكشف عليهم خلال الفترة اللي فاتت. في الحقيقة رقم كبير، ولو بيدل على اتجاه الدولة للكشف وتوفير العلاج والرعاية الصحية مجانا للسيدات علشان يكونوا في صحة كويسة وفي أحسن حال. الكشف طبعا بيكون عن أي إصابة وبيتم بعد كده توجيههم للمستشفيات اللي مناسبة علشان يتلقوا العلاج اللازم. في تفاصيل أكتر احنا محتاجين ان احنا نعرفها، علشان كده احنا معانا دلوقتي على الهاتف دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر والعالم كله بألف خير وسلامة يا رب. وحضرتك طيب وبألف خير. وفي البداية عايزين نعرف مشاهدينا تفاصيل أكتر عن المبادرة. خلينا أقول لحضرتك أنه المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين انطلقت في مارس 2020، ودي المبادرة مستديمة بمعنى أنه أنها مستمرة ولا تتوقف. يعني في مبادرات بيبقى الهدف منها تحقيق المستهدف، ولما بنحقق المستهدف بننتقل الى مبادره اخرى، لكن مبادره صحه الام والجنين هي مبادره مستدامه الهدف منها هو حاجتين: الكشف على الامراض التي قد تصيب المراه وتنتقل منها الى الجنين وتؤثر عليه، واحنا بنتكلم هنا على فيروس بي وفيروس نقص المناعه المكتسب وأمراض أخرى تنتقل من الأم للجنين. عشان نعمل حاجتين، عشان إذا كانت لا قدر الله الأم مصابة بأحد هذه الأمراض بيتم تقديم الخدمة العلاجية ليها والعمل على شفائها، وفي نفس الوقت بنحرص أو بنعمل على منع انتقال هذه الأمراض من السيدة الحامل إلى أطفالها بهدف خفض معدلات الإصابة وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال بعد الولادة. بعد ما من خلال الوحدات الصحية ومراكز الأمومة بيتم توقيع الكشف الطبي على المرأة الحامل وعمل اختبارات وفحوصات معملية للكشف على 3 حاجات دول. طيب فيروس بي إذا لا قدر الله عندها مشكلة بيتم تحويلها إلى أحد المستشفيات عشان تتلقى العلاج. طيب دكتور حسام، يعني مسألة تلقي العلاج، يعني حضرتك كنت ذكرت أنه هذه المبادرة هي مستمرة من مارس 2020، يعني مسألة المتابعة وتلقي العلاج وإذا كان في مثلا احتياج لتدخل جراحي ده بيتم إزاي يا فندم؟ وبرضو يعني حضرتك تركز لنا على مسألة المتابعة بتتم إزاي، والحالات اللي تابعتوها يا فندم وصلت لفين؟ خليني زي ما قلت حضرتك كده، احنا بندور على 3 أمراض: فيروس بي، نقص المناعه المكتسب، او امراض تتعلق بالحمل اخرى من خلال الفحص والكشف. عندنا لو لا قدر الله لقينا عندها التهاب فيروسي بي بيتم تحويل المراه الحامل او الام المستقبليه الى 90 مركز للتعامل مع فيروس بي. اذا كان وهو نفس المراكز ال 90 دولت اللي موجودين على مستوى جميع محافظات الجمهوريه بيتم التعامل ايضا مع مرض نقص المناعه المكتسب. لو عندنا امراض اخرى في 163 مركز مخصصين لعلاج الامراض الاخرى التي قد تصيب المراه في هذه المرحله. لو لقينا ارتفاع في مستوى السكر في الدم او في عوامل خطوره للحمل بيتم تحويلها الى 303 مستشفى تتبع وزاره الصحه او 115 مستشفى تتبع التعليم العالي والبحث العلمي. في عندنا 4000 فريق طبي بيشاركوا في هذه المبادره. بعد الولاده كمان ولمده 42 يوم بيتم متابعه المراه بعد الوضع عشان نتاكد هل عندها نقص فيتامينز، محتاجه فيتامينز، هل عندها عوامل خطوره، عندها اعراض تسمم قد بسبب الحمل، ارتفاع في السكر مع الحمل وده بيحصل، هل محتاجه انها تاخد علاج مستدام ولا دي فتره مؤقته. كل ده بيتم متابعته لفتره لا تقل عن 42 يوم الى 60 يوم بعد الولاده. تمام، بنشكرك شكرا جزيلا على التفاصيل دي دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة.